يحتفل العالم الإسلامي قاطبة بعيد الأضحى المبارك، وتركيا كمثيلتها من الدول الإسلامية تستقبل هذا العيد بالكثير من الترتيبات. عيد الأضحى هو سنة مؤكدة لدى المسلمين، وتتم عن طريق تقديم قرابين لله تتمثل في شياه أو خرفان أو عجول. الشرط الأساسي أن تكون هذه الحيوانات خالية من العيوب. نتواجد في بلدية سلطان بيلي المتواجدة بمدينة إسطنبول للحضور في أحد المراكز التي تهتم حاليا بذبح أضحية العيد. فبغض النظر عن كونه مناسبة دينية مقدسة يتبادل من خلالها الأهل والأقارب الزيارات والتهاني، فإنها في الوقت نفسه مناسبة يولي فيها المسلم اهتماما بالعنصر الرئيسي في هذه العملية، ألا وهو الأضحية. ولإنجاح عملية ذبح أضحية العيد قامت بلدية السلطان بيلي بتحضير مركز تتم فيه عملية الذبح في ظروف يحترم فيها شرط النظافة، وقد عاينا المكان وكان لنا مع أحد المشرفين هناك اللقاء التالي. هنا سيتم ذبح أضحية العيد ابتداء من اليوم الأول، نوفر لهم فضاء نظيفا وسنسهل على المواطنين هذه العملية، إضافة إلى أن الأطفال سيظلون بعيدين عن رؤية عملية الذبح وما سينجم عنها من دماء، فالخدمة التي نقدمها للمواطنين تبدأ من الذبح إلى السلخ منتهية بتوزيع أطراف الحيوان في أكياس جاهزة للتوزيع. وفرت تركيا هذه السنة الملايين من رؤوس الأغنام والبقر والعجول، وقد لاحظنا خلو هذه الحيوانات من الأمراض والعيوب، خاصة وأنها تخضع لفحوصات بيطرية وتعطى لها لقاحات قبل تقديمها في الأسواق المخصصة للبيع. وقد انتهزنا الفرصة وتوجهنا بأسئلتنا عن موسم هذه السنة وعن مدى قابلية المواطنين الأتراك لتأدية واجبهم الديني المقدس، فأجابنا أحد الباعة قائلا: مع إقامة هذا المركز والذي هو مركز ذبح أضحية العيد أصبح من السهل على المواطنين شراء الأضحية وذبحها في نفس المكان، إضافة إلى الشروط الصحية التي يوفرها هذا المركز. يعتبر عيد الأضحى العيد الثاني للمسلمين ويأتي بعد عيد الفطر. يحمل هذا العيد دلالات دينية واجتماعية كثيرة، فهو العيد الذي من خلاله يقوم الغني بإطعام الفقير، هذا الفقير الذي قد غاب اللحم عن مائدته في فترات كثيرة من السنة. حل عيد الأضحى وحلت معه الفرحة في صفوف الكبار والصغار، كما لاحظتم معنا منذ قليل الفرحة التي استقبل بها الأتراك عيد الأضحى والترتيبات والتجهيزات كذلك التي قائمة على قدم وساق. نتمنى أن يحل علينا هذا العيد باليمن والبركات على الأمة الإسلامية. كانت معكم رشيد رفتماوي لبرنامج الألوان السبعة قناة التركية إسطنبول.